بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنفتقي اليوم عن حلقة طيبة عن مباني نهر الكوثر، الإعجاز العلمي في مباني نهر الكوثر. واحد يقول لي الإعجاز العلمي إزاي يعني؟ يعني المباني دي مبنية بطريقة معينة، ليست مثل أبنية الدنيا. ليه؟ لأن يكون فيها دورانات وتجويفات بحيث إن دي تكون ملائمة لأي صوت حسن يدخل فيها، وكل ما في الجنة صوت حسن، بحيث يطرب الناس كما سمعنا في الغناء من قبل. عن أبي بكر ابن عبد الله ابن قيس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة عرضها 60 ميلا، في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين يطوف عليهم المؤمن. يبقى كلمة مجوفة هي التي تعني. وعن أبي بكر ابن عبد الله ابن قيس هو نفسه أيضا رضي الله عنه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها 60 ميلا، للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا. دي موجودة في صحيح مسلم. دي معناها إيه؟ الحديث اللي فات كان عرضها، والحديث اللي هنا كان طولها 60 ميلا و60 ميلا، معناها ان الطول يساوي العرض، معناها انها مربعه. عن ابي بكر بن عبد الله بن قيس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: الخيمه بره طولها في السماء 60 ميلا. اخر حديث عن ابي بكر بن عبد الله بن قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان في الجنه لخيمه من دره مجوفه عرضها 60 ميلا، في كل زاويه منها اهل ما يرون الاخرين يطوف عليهم المؤمن. اولا اعجاز ميكانيكي، شوف كده، القبة لها قدرة كبيرة على تحمل الأحمال الإنشائية، ويمكن مدها على مساحة واسعة في حال كون القاعدة التي ترتكز عليها القبة مدورة، تنتقل الأحمال إلى القاعدة مباشرة من دور واحد أو دورين أو أكثر. يبقى الإعجاز الميكانيكي إن هي بتحمل الأحمال الثقيلة. تعالوا نشوف الإعجاز الهندسي. القباب هي إنشاءات هندسية معمارية مقوسة، يعني منحنية، منحنية الشكل، ليس لها نهايات زوايا أو زاوية أو زوايا، وهي تغلف مساحات كبيرة دون حاجة لوجود أعمدة داعمة. وعلى الرغم من سماكتها القليلة، إلا أنها تعتبر من الإنشاءات الأقوى والأثبت في إنشاءاتنا العصرية. حتى الكون تلاقي موجود شكل بيضاوي كله، مفيش زوايا، حاجات دائرية. حتى المجموعة الشمسية كلها دائرية، مفيش شكل عندك لا مربع ولا شكل مثلث ولا شكل شبه منحرف ولا متوازن مستطيلات ولا مستطيل ولا شكل رباعي ولا معين ولا أي شيء. ليه؟ لأن الأشكال الرباعية بيبقى فيها زوايا، والزاوية هي أضعف شيء في الشكل الهندسي، لأن لو خبطت بتهجم ركنين أو ضلعين متجاورين، فما فيش فيه زوايا في البناء الكوني وفي الأبراج السماوية ولا حتى في السماوات ولا في الجنان. يبقى ده إعجاز هندسي. طب تعالى نشوف الإعجاز الصحي. القبة بمثابة التكييف، مثابة علمية، لأن وجود القبة
فوق بيت الصلاة بالمسجد يعمل على سحب الهواء الساخن الذي يرتفع إلى أعلى فيخرج من النوافذ المطلة على الناحية المشمسة، أما النوافذ التي في الناحية الصغيرة فيدخل منها الهواء البارد المنعش، مما يفسح المجال أمام التيارات الهوائية الصحية الصافية للتردد على جنبات المسجد طارد الهواء الفاسد إلى الخارج. وده اللي حصل في أهل الكهف، وهم في فجوة منه. هذه الفجوة اللي موجودة في الكهف، أهل الكهف، بينزل الهواء الساخن بيكون خفيف فيخرج من الفتحة، يقوم الهواء البارد يحل محله، يبقى عاملة تيار متجدد من الهواء. يبقى ده شروط المسبح الصحيح. أيضا واحد يقول لي طيب هو جو الجنة كله صحي، إيه لازمة الكلام ده؟ الكلام ده ربنا قاله، الرسول صلى الله عليه وسلم قال مجوفة ليه؟ وعمل بناء الكون مجوف ليه؟ على أساس إن أنت عندك لغة عربية فيها 28 حرف. هو ربنا بيقرب لك المعاني بما في الطبيعة وبما خلقه أمامك في حدود عقلك، حتى تستشعر وتتلذذ وتتشوق بما في الجنة. تعالوا بقى نشوف، احنا قلنا إعجاز ميكانيكي وإعجاز هندسي وإعجاز صحي، نشوف إعجاز فيزيائي. ينقسم الإعجاز العلمي الفيزيائي إلى نوعين، واحد في الضوء وواحد في الصوت. أما الضوء والصوت ديت مادتين من مواد علم الفيزياء. علم الضوء تؤدي القباب بشكل خاص دورا حيويا في إيصال الإنارة الطبيعية إلى قلب بيت الصلاة عن طريق أشعة الشمس التي تتغلغل عبر النوافذ الكثيرة المحيطة برقبة القبة. طب لو ما فيش صلاة في البيت، في القصر، في الفيلا، طب علم الصوت، تصميم القبة له أثر كبير في توصيل صوت الإمام إلى كافة المصلين في جنبات المسجد، حيث تبين أنها تعمل على تضخيم الصوت العاجي وإمكانية سماعه بوضوح في الصفوف الخلفية. والقباب على نهر الكوثر أو أنهار الجنة تبع صوتا هرمونيا تآلفيا في جميع جنبات النهر يستمتع به كل الواقفون عليه. ليه بقى؟ لأن هي مجوفة، احنا قلنا درة مجوفة أو لؤلؤة مجوفة، والتجويف بيعمل إيه؟ توزيع هرمون للصوت. وده أحلى حاجة في بحثنا، احنا عايزين الصوت يكون مفخم، يكون عادي، يعني يكونش نشاز، وإمكانية سماعه وكل الناس هتسمعه بدرجة واحدة في الجنة. خامسا إعجاز نفسي، القبة تشكل بعدا روحانيا كونيا ترمز إلى الكون باتساع أفقي واستدارات هيئته، وحول التكامل الرمز والروح بين القبة والمئذنة قيل أن القبة كون صغير مقفل. خلي بالك من العبارة دي، جاءت المئذنة لتعيد صلة هذا الكون بالسماء. الله، يعني ايه يا ناس؟ اما انسان يبني بيت، الناس اللي معاها فلوس وهتبني بيت تحاول تعمل قبة في المنتصف او حتى غرفة كده تعقد القبة دي، لما انت تشكر الله يبقى انت منسجم مع البناء الكوني، لان الكون فيه قبة والسماوات والارضين على ايه شكل بيضاء ومفيش فيه زوايا، والجنان كل مبانيها قباب،
وإحنا ذكرنا القباب على نهر الكوثر، والقباب في الجنة، لو دخلنا في مساكن الجنة وروضات الجنة مش هنطلع منها. ولكن لا تنسوا أننا نتكلم في الهبة الأولى فقط من مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، أو كتاب نبات الرحمن للمكثرين من الصلاة على النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. فأنت حينما تكون بتذكر الله وتقرأ القرآن في مكان فيه قبة، بيكون هذا الصوت بترفع الملائكة، أنت منسجم ما بين السماء والأرض. نستودعكم في لقاء الله لآخر حلقة في حوض النبي صلى الله عليه وسلم ونهر الكوثر، ونخرج بقى بعيد عن الجنة شوية عشان ندخل في الهبة الثانية من الكتاب. يبقى الحلقة القادمة هي ختام حلقات الهبة الأولى فقط من 15 هبة من هذا الكتاب الطيب الذي تبرع منه أكثر من 10 أفراد على مستوى العالم، وتم طبع أكثر من 12,000 نسخة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.